المربات بتاعت الموسم، ازاي اعمل مربات الموسم؟ الصفحه بتاعتنا قدامكم اهي، وده البوست اللي احنا بناخد من عليه الاسئله بتاعتنا اللي بيبتلي بالاجابه عليها. مربات الموسم، اي مربى من المربات سواء جزر سواء فراوله سواء تين سواء مشمش سواء برتقان، لازم اهم حاجه ان احنا بنقطع الفاكهه بتاعتنا وبنحطها في حله او بنحطها في بوله ازاز او طبق بلاستيك، بلاش في حله المونيا او الكلام ده كله، نحطها في التلاجة عشان ما تتفاعلش معاها. بنحطها الكيلو صافي من الفاكهه بتاعت الموسم بياخد كيلو الا ربع سكر. الكيلو صافي بياخد كيلو الا ربع من السكر، بحطها عليه وببدا ان انا اشيله احطها في التلاجة لتاني يوم. ليه؟ علشان تكون اتفعلت مع بعضها وبدات ان هي تترى وبدا السكر يدوب معانا، محتاجش ان انا احط لها ميه خالص. باجي تاني يوم بحطها برفعها على النار وبوطي عليها النار خالص، بوطي عليها النار يعني بصوا هقول لكم ايه درجه الشعله بتاعت القهوه كده، تمام. بعد ما بتوصل ان هي بفضل ان انا تغلي على النار وبتبدا طبعا ان هي تعمل زي ريم كده على الوش، اشيل الريم اللي بيطلع على الوش بتاعها ده بمعلقه، والمعلقه تكون ناشفه، اوعوا تكون المعلقه تكون مبلوله، اوعوا تكون المعلقه اللي بشيل بيها الريم بتاع المربى اللي بعملها تكون مبلوله علشان ما تبوظليش المربى وتحمضهالي، تمام. بعد ما عملت الشكل ده كده وبدات ان هي تتكثف وتبدا ان هي تستوي معايا خالص بشوكه، وهي بتستوي ببدا ان انا لو انا طبعا لو يعني لو جزر مبشور طبعا لو انا بعمل مربى جزر اكيد مش هحتاج ان انا اعملها بالمعلقه، لكن لو هي عندي قطع كبيره شويه زي مثلا البرتقال او الفراوله او المشمش او كده ببدا ان انا بشوكه وابدا ان انا اهرس نصها واسيب نصها الباقي، ومجرد ما يبدا ان هو السكر بتاعها يعمل عقد. يعني ايه يعمل عقد؟ يعني يلزق في ايدي كده ويبقى السمك بتاعها تقيل زي سمك المربى. في اللحظه دي على طول بروح عامله ايه؟ بروح حاطه ربع، اقل من ربع معلقه كمان على الكام كيلو اللي انا عاملاهم، اقل من ربع معلقه ملح ليمون. ايه فايده الملح الليمون؟ ملح الليمون بيعتبر عندي ماده حافظه للمربى، وفي نفس الوقت هو اللي بيحافظ لي عليها ان هي ما تسكرش، السكر بتاعها دوت ما يسكرش ويبدا ان هي تنشف بعد كده. تبدا بسيبها تبرد خالص، امسك البطرمانات بتاعتنا انشفها كويس قوي، ما يبقاش اعقمها كمان، ما يبقاش فيها نقطه ميه، وابدا ان انا اغلف او اعبي البطرمانات بتاعتنا بتاعت المربى واسيبها تبرد خالص، وبعد كده احطها في الثلاجه واسحب منها. اهم حاجه وانا بسحب ما تبقاش المعلقه مبلوله علشان ما تحمضليش المربى بتاعتي. ده بالنسبه للبطرمانات بتاعة المربى بتاعة الموسم ايا كان الفاكهة.